مستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف. اهلا بك يا سياده المحافظ. اهلا وسهلا يا مرحبا، مساء الخير. المحافظ، يعني العمليه الانتخابيه 3 ايام كنا متواصلون معكم، كنتم تتابعون دوما من خلال حاله المرور التي دائما تحدث على او يعني تذهبون الى المقرات الانتخابيه، وايضا من خلال غرفه العمليات على مدار الساعه. ارصد لنا الشكل النهائي حتى هذه اللحظه في نهايه اليوم الثالث والاخير. طبعا اول يوم خلاص عبر والحمد لله، وكان فيه شويه قصور وفي شويه ملاحظ تم تداركها في بدايه اليوم، وبعد كده استمرت العمليه الانتخابيه الى نهايه اليوم. بدانا اليوم التالي امس، وكان طبعا حافل او كان في ضغط وفي كثافه انتخابيه وفي نوع من الوعي الاجتماعي، والناس نزلت والعربيات نزلت الناس، وجهزنا عربيات عشان الناس تنزل من القرى في جميع انحاء القرى في بني سويف. وكانت الحقيقه الكثافه على اللجان بالليل امبارح زي كده كانت قويه جدا، واسفرت عن حشد انتخابي كويس خالص. واستمرت هذه العمليه الى ان اغفل باب اللجنه في الموعد المحدد 9 مساء بعد اعلان امتداد اليوم التالي اللي هو النهارده. النهارده طبعا بدا في الصباح الباكر برضه استكمالا لمسيره الخروج، بدات الاتوبيسات تتحرك في جميع المحافظه وعلى مستوى المراكز والقرى، وكثير من الناس يعني ادت بصوتها، وان كان في الفتره المسائيه بدات تزيد تاني مره اخرى، واحنا لسه الوقت ممتد حتى الان، ولان الساعه لسه 8:15 ومعانا لسه لغايه 9، وقد يمتد للساعه 12 بالليل. ودي طبعا حاجه في اليوم النهارده المجمع الانتخابي معروف على ان فالناس يمكن الحته دي مخليها مطمئنه ومتكولة على المجمع الانتخابي، هتصوت حتى اخر الليل. وطبعا كان الله في عون رؤساء اللجان والزملاء القضاه الافاضل، وان شاء الله النتائج بدات يعني تظهر وبدات النسب تبان. طلعنا يا فندم على النتائج النهائيه. في نتائج مبدئيه، يعني التوتال الاجمالي عندنا دلوقتي حوالي 553,500، ده من الاجمالي يعني بنسبه حوالي 32%، لا 38%. بعد كده كل مركز طبعا بدات نسبته تبان لوحده، ومحصوره طبعا بالارقام لو حبيت تعرفها نوريها لك، والحمد لله الامور ماشيه كويس خالص. يعني البعض بيشكك في فكره الاقبال، يعني انا يمكن النهارده اتكلمت في ان عدد المقرات الانتخابيه زاد، ولكن عدد اللجان ربما هو نفس العدد، اذا اصبحت المدرسه اللي بيها لجنتين او ثلاثه وبيقبل عليها 10,000 اصبحت بيها لجنه واحده وبيقبل عليها 2000 او ثلاثه. هل هذا من ضمن الاسباب التي تؤثر على الشكل العام وتقول ان ليس هناك كثافه، ولكن نسبه الاقبال نفسها تكون متوسطه لكن الكثافه هي التي ضعيفه؟ هل هذا سبب ام انا مخطئ في هذا التقدير؟ والله هو انت مش مخطئ، وطبعا ما فيش شك ان التوسع في اللجان ادى الى اعاده تنظيم الترتيب والكثافه، ودي مش عايزه كلام، لكن العبره بالحصيله النهائيه، يعني العدد هو نفس العدد ونفس النمط ونفس الاعداد الموجوده في كل لجنه مع التخفيف في بعض اللجان. العبء طبعا دي وسيداني، لان القاضي طبعا في نهايه اليوم لما تحمله بلجان كثيفه ويعني برضه عمل شق بالنسبه له، وان شاء الله طبعا يعني كميه العدد هي والنسبه هي ان شاء الله، واحنا يعني في نسبه كويسه وما زال عندنا يعني تحصيل باقي النسب، واتوقع ان احنا نصل الى 40% ان شاء الله او اكثر. السؤال الاخير لحضرتك، من ناحيه الانتهاكات او التجاوزات ومن ناحيه الناحيه الاستقرار الامني او عدم الاستقرار الامني، اطلعنا على هذا المشرف. وسعادتك انت ليك 3 ايام هنا، هل شفت حاجه اصابتك بشيء ولا حد عكسك في حاجه؟ ظهرت اول ما يوم نوع من الفضفضه او نوع من التصرف السبياني او نوع من التصرف اللا اخلاقي، فلكن خلاص يعني هيعمل ايه؟ عمل العمل وبعد كده هيكرر كل يوم الحكايه ولا ايه؟ لا، الوضع مستتب والامن قائم، والامن قوي جدا بكافه قواته، سواء الشرطه زي ما انت شايف رجال يعني عظماء يعني مقبلين على العمل بكل حب وكل رخاء. انا بشفق عليهم من هذا العمل، والقوات المسلحه طبعا متمركزه في اماكنها بكل قوه وبكل حزم وجميع انواع الاسلحه، وده طبعا مش الغرض منه ترهيب حد ولا بتاع، لا، الوقايه خير من العلاج، يعني هذا كله المقصود منه الوقايه خير من العلاج. انت النهارده لما تبقى جاهز لاي احتمالات يبقى لابد ان اي شخص معتدي هيضع في اعتباره ان هو سوف يلاقي حتفه او يلاقي جزاء الرادع فورا كما فعل يفعل فيه.
السور مجدي بتيتي محافظ بني سويف، بشكرك جزيل الشكر. خليك يا سيدي، شكرا وشكرا جزيلا. اتفضل. من جديد ايمن السيد واستوديو النيل. شكرا جزيلا لك عمرو عبد العزيز مراسلنا في بني سويف، وشكرا لضيفك الكريم. ونتحول مشاهدينا الكرام مرة ثانية من الصعيد إلى إحدى محافظات الوجه البحري الدلتا، محافظة الدقهلية، ومعنا من هناك على وجه التحديد من المنصورة مراسلنا رمضان المطعاني. رمضان تحياتي لك، وأرجو أن تطلعنا ولو على سبيل المؤشرات الأولية، ليس حصرا بالأرقام، إذا كانت نسب المشاركة ربما في الإسكندرية أعلى من بني سويف، ماذا الحال عندك في المنصورة، وتحديدا كيف أثر الإعلان عن يوم ثالث إضافي في توقيت بالأمس ربما قبل إغلاق اللجان بساعات ليست بالقليلة على حالة التصويت بالأمس مساء وعلى حالة التصويت اليوم على مدار اليوم؟ نعم أيمن، هو اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، وبعد أقل من ساعة على غلق صناديق الاقتراع التي ستغلق في تمام الساعة 9 صباحا، معنا سيادة المستشار عادل نافع رئيس إحدى اللجان الفرعية، يطلعنا عن نظرة عن قرب عن تفصيل التصويت في اليوم الثالث. أهلا بك سيادة المستشار على في شاشة النيل الأخضر. أهلا بك سيادة المستشار، هو اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، نظرة عن قرب عن تفصيل عن إقبال الناخبين على هذا اليوم ومدى الكتلة التصويتية لهذه اللجنة. هو اليوم الثالث التصويت فيه هدوء نسبي، وليس كيوم أمس أو قبل أمس، أقل نسبيا من اليومين اللي فاتوا. عدد المصوتين في هذا اليوم الثالث بكم يقدر عدد من حضروا إلى يدلون بأصواتهم في ثالث يوم الانتخابات؟ في لجنة 20 مدرسة أحمد زويل يزيد عن 200 صوت بقليل. وعن مجمل إجمالي التصويت في اللجنة خلال 3 أيام واليوم الثالث والكتلة الكثافة التصويتية لتلك اللجنة؟ يزيد عن نسبة 50% تقريبا في قليل، 5121 صوت. سيادة المستشار، خلال وختام اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، هل تم رصد أي تجاوزات أو مخالفات أو ما يعيق الحركة الانتخابية؟ لا، لم يتم رصد أي مخالفات أو معوقات، والعملية الانتخابية تسير بهدوء ويسر وبسلاسة مطلقة يعني. اليوم الثالث على الأخص مفيش أي شكاوى خالص أو معوقات انتخابية. شكرا لك سيادة المستشار عادل نافع. كما سمعنا أيمن أن نسبة التصويت في اليوم الثالث قد كادت أن تكون تقترب من 50% أو تتخطاها بقليل. نعم، بحصد رمضان أن سيادة المستشار أشار إلى أن عدد من صوتوا اليوم يقترب من 200 صوت، ولكن أرجو أن توضح لنا الصورة أكثر، إلى أي مدى كان تأثير الإعلان عن المد اليوم الثالث تأثير إيجابي أم سلبي بالأمس تحديدا ليلا كما تابعته؟ نعم، بالأمس أيمن كان معظم المواطنين بعد إعلان أن التصويت امتد إلى الساعة 10، جاء بعض المواطنين هنا الساعة 10، وبالفعل كان صدر قرار التصويت اليوم الثالث، ما حدث حالة من الانزعاج، ولكن بعدما أخبرنا المواطنين أن اليوم الثالث غدا اليوم لتكميل الانتخاب، قال أن هذا رحبوا بهذا القرار، ما أمد فرصة للكثير للتصويت. وبالفعل أيمن كانت فترة الصباح هي ضعيفة إلى شيء نوع ما، ولكن مع حلول الساعة 5 تقريبا بدأ للناخبون التوافد كما ترى الصورة. نعم. أمامي أيمن، بأقل من ساعة بدأ توافد المواطنين ولا ينقطع كما ترى في الصورة. بشكرك شكر جزيل، وصلت الصورة، بشكرك شكر جزيل مراسلنا في المنصورة رمضان المطعاني. ومشاهدين الكرام، متواصلون مع حضراتكم في هذه البانوراما، بعودة ثانية إلى زميلتي غادة فاروق. إليك من جديد غادة. شكرا لك أيمن. أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اللواء ياسين طاهر أن القاهرة ستحقق نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تحققها من قبل، مشيرا إلى أنها سوف تتجاوز 50%. وقال طاهر إن الإقبال على الانتخابات في الصباح كان كثيفا ثم ضعف في فترة الظهيرة، متوقعا أن يزيد الإقبال في الساعات القادمة.
من جانبه أوضح اللواء أحمد ضيف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية أن نسبة المشاركة على مدار الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية كانت جيدة، متوقعا أيضا أن تتعدى نسبة الحضور 50%. شهدت لجان الانتخابات الرئاسية بمدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد إقبالا متفاوتا من المواطنين منذ بدء اليوم الثالث من الانتخابات. حرص الناخبون على الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من بدء التصويت لتلافي التعرض لحرارة الشمس، ويتوقع القائمون على سير العملية الانتخابية داخل مقار اللجان أن يزداد إقبال الناخبين في فترة ما بعد الظهيرة بعد عودة الموظفين من أعمالهم وانخفاض درجة الحرارة. فرصتي لأكبر عدد ممكن من الناخبين وإتاحة الفرصة للوافدين للعودة إلى دوائرهم الأصلية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، جاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد عملية التصويت ليوم ثالث، والذي شهد تفاوتا في الإقبال في مختلف محافظات مصر. لازم ننزل نشارك عشان مصر، وعشان حتى لو هندي اي واحد من المرشحين الاثنين، بس لازم ننزل نشارك عشان مصر ونمشي العجله بتاعت مصر عشان نشوف الدنيا تمشي ازاي، عشان كده الحل واقف والشباب نازل، ما فيش يعني السواق كلها نازل الحمد لله. كلنا بنشارك عشان مصر، كله بينزل عشان مصر، عشان العجله تمشي وعشان الدنيا تمشي كله، يعني ما فيش حد بيسعى لهدف شخصي، لا كله عشان مصر. عشان احنا شباب عملنا ثورتين، فلازم نكمل ثوراتنا في مشاركه في الانتخابات وندي بصوتنا على الانتخابات اللي يستحق كده. وعن اختفاء ظاهرة الطوابير في بعض اللجان، أرجع القائمون على العملية الانتخابية ذلك لعدة أسباب. أنا مش عارفة الناس مطلعة منين إشاعات إن الإقبال ضعيف، بالعكس الإقبال المرة دي، أنا نزلت انتخابات كتيرة قوي كل الانتخابات اللي فاتت، أنا شايفة إن الإقبال المرة دي أكتر كتير. إحنا هنا في اللجنة عندي تجاوزنا تقريبا 50% ولسه النهاردة معانا اليوم كله، فانا شايف ان الاقبال كويس قوي ومفيش عزوف خالص عن الانتخابات زي ما بيقولوا. اول حاجه اللجنه العليا للانتخابات قامت يعني بتوسيع المناطق الانتخابيه وزود عدد الموظفين، يعني احنا مثلا عندنا في اللجنه دي 7 موظفين غير سياده المستشار اللي معنا، 7 موظفين يعني مفيش يعني على كل مثلا على كل دفتر في واحد، يعني بيجي اي مواطن بيجي ما بياخدش ثانيه كده، بيخلص اسمه على طول. تستمر عمليه التصويت حتى انتهاء الموعد الذي حددته اللجنه العليا للانتخابات لتقول الصناديق كلمتها وتسمي رئيس مصر القادم. وقد أعرب المواطنون عن سعادتهم بمد التصويت بما يتيح الفرصه لهم للمشاركه في العرس الديمقراطي النهارده، فما فيش وقت يعني وكده، وانا طالعه من موعد القلب وجاي على هنا راح العجوزه، فاحنا عايزين مصر تبقى كويسه وتقف على رجليها والشباب تلاقي شغل وتلاقي مكان وتبقى كويسه، وبلدنا اصلا اول بلد مذكوره في القران بلد مصر، البداية مصر. البلد دي كبيره وهتفضل طول عمرها كبيره ولازم تفضل كبيره، بينا هتبقى كبيرة، لكن كل واحد في بيته عمرها ما تبقى كبيرة. بقول اللي لسه ما نزلش ده أمانة، أنت لو اليوم لو خدت امبارح خدته وقعدت أجازة في البيت، لا انزل النهاردة بقى وعوض، عشان ده أمانة عليك. ونشارك كلنا عشان الحال يستقر، وكل واحد يشوف مصلحته ويشوف حاله، وربنا يولي من يصلح. أنا نزلت أشارك بس عشان واجب وطني، وعشان أهلي وناسي والبلد والمجتمع كله يبقى أحسن من كده. بس يعني عشان انا شايف ان البلد في حاله ما تسمحش ان احنا ما ننزلش. هو ثالث يوم ده الناس الحكومه مديته عشان تدي فرصه للناس كتير ان هي لو كان عندها مسؤوليات في اول يوم وتاني يوم تيجي ثالث يوم تعوض التصويت. وعوده من جديد مشاهدينا الى الزميل ايمن السيد والمزيد من المتابعه مع شبكه مراسلينا، اليك ايمن. شكرا جزيلا لك غاده، ومرحبا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتحول الى هيئه الاستعلامات مقر اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، ومعنا من هناك مراسلتنا ايات عبد اللطيف. ايات تحياتي، وماذا عن اخر تقارير اللجنه العليا للانتخابات، وما اذا كان سيسمح بمد التصويت داخل اللجان التي سيتواجد فيها بالطبع ناخبون بعد الساعه 9؟
لجنة الانتخابات الرئاسية ومنذ بداية اليوم لم يخرج عنها سوى بيان صحفي واحد وجهت عبره الشكر إلى القضاء لاستكمالهم مهامهم حتى اليوم. ولكن الجديد هو أن لجنة الانتخابات الرئاسية قد عقدت اجتماعا خلال الساعات القليلة الماضية للاستماع إلى مرافعة محامي المرشح الرئاسي السيد حمدين صباحي.